في الختام تذكير بأبرز العناوين. أهالي صلاح الدين يتقاسمون مع إخوانهم في جميع المحافظات مشاعر الحزن على الضحايا، وإدانة التعدي التركي على سيادة العراق. الهلوب يناقش مع قائد سرايا السلام الشراكة في استقرار وتطوير سامراء، ويتفقد عدد من المشاريع الخدمية، ويتابع مع العباسي تعبيد شارع المستشفى شمالي تكريت. التسجيلات الصوتية ورفض الصدر وساطة الصلح مع المالكي تؤجل مرشح الإطار وترفع أسهم الولاية الثانية للكاظمي. برزاني في بغداد لإنهاء خلافات الموازنة والنفط ورئاسة الجمهورية، والحشد يحتفل بذكرى تأسيسه باستعراض عسكري في ديالة. نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.